طبعا مرض السرطان تعرفون انتم مرض خطير وادويته استثنائيه كيميائيه، طبعا هي جدا باهظه الثمن. طبعا المريض السرطان يحتاج له الى يعني وزاره الصحه وقفه المجتمع انه تدعم هذا الانسان، لان بروتوكولات علاجيه البروتوكول ما يحتوي على دواء واحد، على عده ادويه، لازم ياخذ كل الادويه في نفس الوقت. ففي حاله شحه اي دواء من البروتوكولات، عدم توفره في المستشفيات اللي تقدم خدمه العلاج لمرضى السرطان، هذا الانسان قد يضطر الى بيع بيته وبيع اثاثه في سبيل تغطيه تكاليف هذه الادويه المكلفه جدا. لا ينبغي انه احنا نترك مريض مصاب بالسرطان ويعتمد على نفسه في توفير هذه الادويه. ذكرت حضرتك انه قد تكون اسعار 20 او 50 او 70، طبعا هذه تفاوت ما مقبول. وبنفس الوقت هذا مو بالضروره حتى انه هاي 8000 انه قد يكون هذا دواء معتمد اصلي، قد يكون هي ادويه مقلده ما تعطي كفاءه العلاج الضروري لمريض السرطان. لازم الادويه تكون ادويه حقيقيه مثبته علميا من جهات شركات ادويه رصينه تقدم الدواء، لان ماكو مجال للمغامره في علاج هذا المرض. هي الادويه والوصفات عند الاطباء، لا يطلع اي مريض اطلاقا من اي طبيب الا يجي للصيدلي 70000 80000 100000 دينار. زين، انا اسال سؤال، الذي ما عنده هذا المبلغ كيف يكون مصيره هذا؟ وخاصه الذي الامراض السرطانيه وما شابه ذلك. زين، هؤلاء الناس النتيجه، وهذا مرض السرطان مرض ما معلوم، هو بس مرضين الذي يعرف انه لا يقاوم اكثر من 6 اشهر، وهو سرطان الدم والغدد اللمفاويه، اما الباقي تطول كثير. زين، هذا منين يجيب فلوس هذا الشخص؟ مساله اذا من الضروري جدا، وتحديدا نواب الموصل الذي انتخبوهم وكانوا يسعون لانتخابهم وحصلوا على المكانات، ان يدافعوا عن مدينه الموصل، مدينه ابائهم واجدادهم. الشحه بالادويه هاي المشكله اللي ما راح نلقى لها حل الظاهر كحكومه محليه بالبدايه، لانه المفروض من الحكومه المحليه اليوم تركز على هذا الموضوع وتشتغل بطريقه سريعه ومستعجله. يعني باقي المحافظات ممكن تلقي هذا الموضوع، يعني الاسعار تكون اقل، لكن بالنسبه لمدينه الموصل الاسعار كلش غاليه، يضطرون العوائل يوفرون العلاج من خارج المدينه، وطبعا اكو صعوبه، اكو عندك حالات لازم ياخذ الجرعات باوقات معينه ومحدده، اليوم بسبب عدم توفر الجرع وبسبب غلائها يضطر اهل المرضى انه يجيبوها من برا، وهذا يسبب حتى تاخير بعلاج المريض. يعني يمكن اكثر من مره نشروا وقالوا موجود والجهاز وصل وما اعرف ايش والكادر موجود، لكن لحد الان ماكو اي تحرك ايجابي وما شفنا اي يعني صراحه اي علاج من خلال المركز نفسه الموجود به هذا الجهاز. نأمل من محافظ نينوى بالبدايه ومدير صحه نينوى انه يتابعون هذا الامر ويخلون على عاتقهم انه هاي الحالات يعني بسبب تاخر العلاج يضطر المريض بصراحه يفقد حياته، وهنا الاعداد زائده. يعني بصراحه نتأمل من عندهم انه يعالجون هذا الموضوع.